السلام عليكم. هذا وضع نهر دياله حاليا. تمشي بالمي براحة راحتك، ما تتبلل ولا تطمس. هاي الرجل متى المي ما يوصل للركبة. الثاني ها هذا بنص النهر بالسنتر مال نهر دياله. شوف رجلي هاي الركبة، المي ما واصل للركبة. هذا المي التعبان. هاي الناس هنا، ها شوف هاي صاندة مال الماطور واصلة نص النهر ومطامسة. هاي الزراعة انتهت، الثروة الحيوانية انتهت. وينك يا وزير الزراعة؟ وينك وزير الموارد المائية؟ لو عيشتكم على الزراعة تقبلون بهذا الشيء؟ صير هذا حال نهر دياله؟ مي جايف خايس لعب النفس. ما نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مستوى المي، حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي انا بنص النهر اللي سابقا ما حد ما يقدر يوصل للجرف، هسه ها اها هاي الحافه ما ركبتي. ما نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع رأيكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق من زاخو حتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فأي لحظة من لحظات البرنامج تقدر تتصل بنا إن كنت تسكن داخل العراق. أما الأشقاء العرب والأخوة العراقيين اللي يسكنون في دول المهجر وباقي بقاع باقي دول العالم يقدرون يتصلون بنا على أرقامنا الدوليات على واحد من ذني أرقام الاثنين. فأي لا حتى دول يعني عفوا الأخوان العراقيين داخل العراق إن ما قدر يحصلنا على أرقام الداخل يقدر يحصلنا على ذني رقمين بس، راح تصير عليه مكالمة دولية بدل ما تكون محلية بذاك الرقم. فمشاهدينا الكرام للمشاركة عندكم ذني أربع أرقام حتى تقدرون تتصلون بنا نسمع صوتكم، نسمع رأيكم حول الموضوع اللي راح نطرحه في حلقة اليوم. أما اللي ما يقدر يتصل بينا، ما عنده رصيد، الشبكة مشغولة، الخطوط مشغولة، يقدر يدزلنا رسالة، الرسالة على هذا الرقم. يدزلنا رسالة على رقم الواتساب، رقم الواتساب ما مخصص للاتصال، رقم الواتساب فقط للرسائل المكتوبة. أتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام بداية أسرة قناة الرافدين وأسرة برنامج صوتكم خاصة يهنون الأخوة العراقيين والمسلمين كافة في كل دول العالم حلول شهر رمضان المبارك. أما العراقيين اليوم وهو موضوع حلقتنا، كيف استقبل العراقيون شهر رمضان؟ العالم بكل دولة الناس وخصوصا في الدول المسلمة عندهم طقوس لاستقبال شهر رمضان. قبل كان شهر رمضان إلى فرحة، أما اليوم في ظل وجود أزمة وباء كورونا، في ظل وجود الأزمة الاقتصادية، في ظل وجود أزمة النزوح، في ظل وجود أزمة التغييب، في ظل وجود أزمة الاعتقال يعني على ضوء مخبر سري أو تهمة كيدية، في ظل وجود أرامل ونازحين وأيتام، في ظل وجود فقر بنسبة كبيرة جدا، في ظل وجود ربع أبناء الشعب العراقي تحت خط الفقر، في ظل وجود كثير من المشاكل في العراق اليوم، شلون استقبلوا الناس بال 2022 شهر رمضان؟ وفي ظل تصريحات مشعان الجبوري أنه راح تصير الحصة التموينية شهريا بست دولارات وربع، شلون استقبلتوا شهر رمضان؟ شهر رمضان اللي الناس تتقرب به بالطاعات، شهر الصيام، الناس اللي من سنة السنة تنتظر هذا الشهر، والأطفال اللي من سنة السنة ينتظرون هذا الشهر حتى تجيهم فرحة اللي هي فرحة العيد بعد صيام شهر رمضان. أما اليوم أنتم كعراقيين
شلون استقبلت شهر رمضان كامل من بغداد؟ حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. رمضان كريم. الله أكرم. رحم الله والديك. بس أوصل صوتي إذا بها مجال. أنت على الهوى أخويا. خليك. بالنسبة يعني نائب ضابط من الجيش السابق من الحرس الجمهوري. نعم. رقم الموبايل 07-81-85-7-7-8. نعم. أنا ما عندي راتب وجاي شرطة عتاد. أناشد رئيس الوزراء، أناشد رئيس الجمهورية، أناشد كير مقتدى، أناشد حجي عادل الطيب، أناشد القائد العسكري، أناشد فرقة 17 قائد فرقة 17. والله العظيم كتن الجوع وشتغل على الساق وما عندي حتى شرب طزية، بس تسجيل معاملة التقاعد كل شيء بارد من عندهم. نعم. وإذا ما لقى وقت جاء لهم فتح علي. نعم. أناشد الأستاذ عبد السلام مدير الشؤون الوطني مال تفتيش الامن الوطني. ما عندي والله العظيم وحتى لا راتب لا تقاعد لا سياره لا بيت لا قاع، كل شيء ماكو باسمي بس على الجنسيه والبطاقه الثمانيه بس هاي. وانا اشد الدوله كلها يسوون لي تابع راتبي ورحمه الله وجهكم. طيب اخ كامل بس سؤال صغير يعني بمناسبه حلول شهر رمضان. شلون يعني شلون مدبرها بشهر رمضان؟ ما اعرف والله العظيم اشتغل على التاج، تعال شوف حالتي. الله ستر يعني الحمد لله. شو اسوي؟ هاي ايش؟ نعم. الدوله ساعدني بالتسهيل المعامل، كنت بارد من عندكم. نعم. نعم. اريد من عندكم المشروع ما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يساعدني بس تسهيل معامله. نعم. هاي المجيئة من عندكم ورقم الموبايل لكم اياه. كنت معادل اصطرفوا. نعم نعم نعم. رحم الله والديك في مال الله. شكرا شكرا لك اخ كامل. يعني الاخ كامل يقول انا ما اريد منحة، انا ما اريد فلوس، انا ما اريد واحد يساعدني، انا ما اريد واحد يعطيني حسنة، انا اللي اريد اريد حقي. يريد تقاعد، يريد شيء يضمن به حياته وحياة اهل بيته. الأخ كامل هذا حاله في بلد يعتبر من أغنى بلدان العالم بالنفط وبالخيرات وبالمعادن وبكل شيء. الأخ كامل مواطن من بلد يعتبر أو يفترض أن يكون هذا البلد من أغنى بلدان العالم. الأخ كامل من بلد بس النفط اللي بيه ذاك الحساب. بس مع الأسف أنه إحنا كعراقيين والحكومات اللي جت تحكم هذا البلد بعد عام 2003 حكومات الاحتلال الأمريكي ركزت على واردات النفط. عندنا اتصال. أبو عبد الله من أربيل، حياك الله يا أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبارك لك وبارك للشعب العراقي وللمسلمين جميع مناسبة حلول شهر رمضان، والله يساعد الشعب العراقي على المجرمين هذولا. نعم يبارك بعمرك. استاذ انا قبل كل شيء اريد احكي حكايه بس ارجوك لا تقطع، ما احكي حكي غلط والله. تفضل اخوي ما عاد يقطع. ادعو من الشعب العراقي الشريف يدعون بالرحمه للشهيد البطل صدام حسين قبل كل شيء. هاي ليش؟ لان الشهيد الله يرحمه ويتغمد برحمته ان شاء الله بجاه هو هذا محمد نبي المسلمين كلهم. لان اخر هالمأساه على العراقيين من 80 بس مثل 2003 تقريبا 23 سنه. والله لو ما هالحرب هاد 8 سنين كان الثمانينات هذول طابين علينا وحالنا كان انقص الحال في الحد الان. والله نعم. هاي وحده. بالنسبه لوضع رمضان والشغلات هاي والله الشعب حاله تعبان. احنا طبعا باقليم كردستان كانوا كاتبين على الحصص، والله لحد الان هاي يقولون حصه ثالثه على اساس يوزعوها، مو احنا لحد الان حصه ما وصلت لحد الان ما مستلمين والله. وحتى المنحه مال المتقاعدين، طبعا انا متقاعد مع وقت حرب، راتبي 240 ألف
240 ألف، حتى هاي المنحة أم 100 ألف ما طاحت لنا، ما حد ما انطانا لحد الآن ما مستلمينه، وأكو راتب أقل من عندنا، أقل من عندنا مستلمون. أبو عبد الله سؤال، راتبك 240 ألف شهرياً؟ إيه إيش قد تكفي هاي 240 ألف؟ والله العظيم وما إلك عليه حلفان، أنا ما أنا بس أشكر الله، ما أشكر أحد، الله الرازق. نعم. والله العظيم 140 طبعا بيت 100 متر صغير، أنا وعائلتي سبع نفرات، إحنا ثمانية عائلة. نعم. تبقى لي 100 ألف، والله ال 100 ألف هاي 20 تبقى لي 75 ألف، زين عندي ولد اثنين يشتغلون، ها يوم اكو يوم ماكو قمنا شئيشتنا. ال 75 اللي طبعا ضغط عندي سكري وعندي حتى روماتيزم وشغلات هاي يعني امراض عندي يمين، يعني هاي كلها لازم تكفيني الشهر كله على مود المصرف. وطبعا منو اللي غدرني؟ استاذ انا راتبي مو هالقد، انا اذا حل قوائم ببغداد مال اقل راتب هو لازم 500 بس، احنا انا حتى اشتكيت بغير اذاعات المينا قلت لهم يعني المحكمه الاتحاديه كانت لروحها على مود هذول الحراميه، زي ليش ما تحل مشكلتنا؟ برام صالح انت ليش ما تحل مشكلتنا؟ انت بالاقليم قاعد، زي مو تعرف هذول الرواتب وكلهم فروقاتك وبين بين اللي ببغداد وبالاقليم؟ استاذ عم تشيل عسكري هيوتي موجوده لحد الان، دفتر خدمه موجود، قرار 117 عندي، اصابه فوريه عندي، تقاعد عندي، كل شيء عندي. مع العلم راتبي يستقطعون من عنده، مو هاليوم همينه، من زمن المالكي لما صار 400 ألف فقر راتب، من ذاك اليوم من ذاك الوقت من ذاك الوقت لحد الان يستقطعون من عندنا كل شيء، حتى رحت راجعت هيئه التقاعد قالوا لي اسمك ما بالي هنا على الاقليم، على مصارف الاقليم، اروح للاقليم ولا يجاوبني الاقليم، يعني بيناتهم مصفين الشغله وخلاص ياكلوها وخلاص، ما حد يقدر يحكي استاذ. يعني ذاك اليوم حتى طلعوا عسكريين يعطون اللي مقدم واللي رائد واللي ما ادري كل شيء عنده الهويه مع الاصدقاء وعنده ما ادري شنو ما ادري شنو، يعني كعسكري يثبت انه دفتر خدمه عنده كل شيء عنده، يقول كل شيء ما يسوونه، واحد يزيدنا على واحد كل شيء، ومع العلم اكو ايرانيين قاطع لهم رواتب تقاعديه يطون شهريا يدزوا له. نعم. ما تنعرف شو نسوي حايرين. انا هي قاعد اقول لك انا على ابو ايران لابو ابو تركيا لابو ابو ما ادري منو عاش العراق وبل يخسر الخاسرون. اشكرك علي. شكرا لك ابو عبد الله. محافظة تأميم اليوم السكان أكدوا ارتفاع جميع أسعار المنتجات الغذائية تزامنا مع حلول شهر رمضان مبارك، وطالبوا السكان في محافظة أربيل السلطات بوضع حلول وضوابط حقيقية لمنع الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية خاصة في المواد الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق. من جهة أخرى اشتكى أصحاب المحال التجارية من تراجع عمليات البيع لأدنى من التوقعات في ظل الغلاء واستمرار اعتماد السلطات على المواد المستوردة. المشكلة اليوم اللي دا يصير بالعراق أنه بلد مثل العراق كان من المفترض أن تكون به الكثير من الموارد إلى الدولة وأن يكون لها ثقل في العالم، خصوصا بعد أن رفع العراق من ميثاق الأمم من البند السابع التابع إلى ميثاق الأمم المتحدة. يجب أن نعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة وأن نعتمد على العقول العراقية وأن نعتمد على كل شيء في العراق بحيث أن يكون الدخل القومي العراقي مرتاح، بحيث أن يكون المواطن العراقي مرتاح، لدرجة أنه ما يوصل به الحال أن يكون ما يقرب من 50% من أبناء الشعب العراقي فقراء. لكن ما يحصل اليوم أنه إحنا عندنا اعتماد بنسبة 90% على النفط، على الرغم من أن النفط مسجل في الموازنة العراقية بسعر 45 دولار للبرميل الواحد، واليوم البرميل عبر 100، لكن الفروقات مع 55 دولار بالبرميل الواحد وين دا تروح ما حد يدري، ومع ذلك يقول لك أكو عجز بالموازنة، ومع ذلك ماكو رواتب، ومع ذلك ماكو حياة، ومع ذلك الدنيا دا تغلى، واللي دا يدفع الثمن المواطن. أبو حسن حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله الواسط. تحية لك والمشاهدين الكرام وعلى بحثكم الموقرة. حياك الله أخوي العزيز.
رمضان كريم عليكم ان شاء الله. الله اكرم. بالنسبه انا ابو حكم على التواصل. نعم والنعم منك. اقسم لك بالله عندي ولد اثنين الله يخليهم لك عمال. يوم ربي يحفظك ويخليك، يوم يشتغلون 10 ايام قاعدين. نعم. اثنين انطوها بس للرواتب. هسه اللي عنده 300 مو راتب، احنا نقول 500 مو راتب. لكن كل ما عنده لا عاطلين ولا راتب، وعنده ولد اثنين وسبع عوائل، منين يجيب؟ نعم. هاي ثلاثة. يا اخي والله العظيم العراق اقنى دولة بالعالم. هيك رح اقول لك. ليش هالعدالة قايمة؟ يعني تعال، يعني انتم عراقيين لازمين للبلد. يعني بس ما عاد والله شعب بس احكي. هسه الشعب انا واحد من الشعب، ماك احساس عند الشعب. كفيلك الله. يوم يشتغلون ناكل طماطات، ما يشتغلون ما ناكل. وتروح عندك مريض، عندك دكاتره، عندك هذا الطحين برضه. الشعب وين يروح؟ وانا واحد من الشعب. يعني مو حقه واحد من ينتحر، يعني يشوف ابنه مريض، زوجته مريضه، طفله ما عنده حليب. يعني هسه تعال اقول لك نعم. اللي ما عنده راتب ليش ما تنطونه؟ هسه البرميل وصل 130 120 دولار، الفوسفات، الكبريت، المناطق. يا اخي والله جريمه، بالقران جريمه. ابو حسن شلون يعني اجواء رمضان يومكم بواسط اليوم؟ والله العظيم سادي العزيز، يعني هذا الحكي احكي لك، ثق بالله اكو عوائل حليب لا طالع ما حد. يعني فطور ما حتى، كفيلك الله. نعم. هذا رمضان بالخير. يعني ولو كفيلك الله ناس نسوان طلعت عراضة على مود الحل. والله العظيم يا أخي دولة لا تقول بها خير، تريد لك واحد بيهم نزيه ماكو. يا أخي حس بالبلد، حس أنت من طمن جيبك. أنت هذا خير العراق. يعني أرد أسألك سؤال، أناني عمري 50-60 سنة، يعني بيت حلال ما عندي. يعني خوي يقولون طلع أنتم مو عراقيين، طلع خل نمشي. والله العظيم نمشي. نعم. أشكرك وأشكر بعدكم. شكراً لك أبو حسن. إلى أصغر واحد. حياك الله أخوي محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. ابو جاسم قناه الرافدين، ورمضان كريم عليكم وعلى محمد بخلي. حياك الله اخوي العزيز، الله اكرم. يا اخي استاذ اسد، هم جايين عاكور كربله ما بالنجف كتل هذا الخوري. اليوم قضوا عليهم الميليشيات واحد بيناتهم الحشد ومقتدى، يدفعون محكمه على مقتدى هذا ابو الاطلاق الكتل الخوري. يا رمضان عملت جريمة هو رمضان دولة، هم دمروا البلد دولة، مخرح الله يرحمه دمروا البلد من 2003 حد الآن. مخرح أبو هدلة لعبوا لعب بالعراق، عملت لعبوه لعب، يلعبوا لعب تكيز كل دولة قاعدين بالخير، لا أكل عندهم لا شرب. عم الله ينتقم عليهم هذا رمضان، والله ينزلها على بيوتهم وعلى أراضهم، الله يهجمها هجم. عمي يا مرجعية، هاي يا مرجعية كثيرك محمد، كلها مرجعية ولا كلها ديران، ليس من العراق. أنا ما عندهم غيره من العراق. كثيرك الله، هم جاي يدمرون العراق. العراق صاروا لهم سنين جاي يتحاركون على الكراسي، ثلاث سنوات يتحاركون على العلم، وهذا كان علم خلوه علم إيراني ليس عراقي، من يعترف به؟ العلم أبو نجمات، العلم أبو هدلة، يبقى علم العراق ويسقطون الايرانيون ويسقطون حكومة عن معلم الوطن. وحي قناه الرافدين والكادر. اشكرك استاذ اسد. شكرا لك اخ محمد. اليوم يعني مثلا لما نصف على حال العراقيين في محافظات العراق من شماله الى جنوبه، هذا البلد اللي من المفترض ان يكونون هم اغنى بلدان العالم ماديا ومعنويا وحياتيا ومجتمعيا وفي كل شيء. البلد اللي احنا نعرف انه اخر نقطة نفط بالعالم تطلع هي من عنده مثلا،
البلد اللي بيه احتياطي نفطي كبير، البلد اللي بيه أرض خصبة للزراعة، البلد اللي بيه معادن كثيرة جدا، البلد اللي بيه خيرات طبيعية، إضافة إلى ذلك وجود الكثير من المعامل والمصانع المتوقفة، إضافة إلى وجود العقول العراقية اللي يعتمد عليها في كل بقاع الأرض. لو استغلت هذه الخيرات بشكل صحيح، تتوقعون حال العراق شو راح يكون؟ أبو علي من بغداد حياك الله. أبو علي، الله يسعدك ويسعدك يا غالي. شلونك غالي؟ هلا بيك يا الغالي. بالنسبة اليوم رمضان، ايه شو كانت الفتوى؟ يعني فتوى ما واحد قاعد بعمان، واحد قاعد بدبي، شلون ارسل الى صلاح؟ ابو علي كل بقاع الأرض اليوم صايمة، وهذه يعني مو بداية ولا بيدك. احنا بدنا نحكي على شلون عرفت الهلال او شيء بالسماء موجود، احنا بدنا نحكي العراقيين شلون استقبلوا شهر رمضان المبارك. لا بس قبل شلون استنتجتوا؟ اكو دول اليوم ما الو وياك ابو علي. اي هذا من ساعه طلع ابو عبد الله يترحم على صدام، شو هو هلاك الامه من صدام، ابن الحلا هلاك الامه من صدام، وطلع مثل الجريمي، والله عيب لا يحكي. وهذا يقول اخو ابو هدله، هذا قاعد امريكا محمد، حكي كله ما به معنى، كله ما به معنى. طيب ابو علي ماذا جاوبني؟ العراقيين شلون استقبلوا شهر رمضان يا اخوي؟ هو كثير باقي، شنو يصير ثلاث ست؟ اللي جوعان جوعان، والغني غني يعني، وقبل الناس شبعانه، بس الحمد لله بخير. وعاد ابو علي، اليوم نسبه الاميه بالعراق 50%، ونسبه الفقر بالعراق 50%، ونسبه ما يعيشون تحت خط الفقر 25%، نسبه الارامل والايتام كبيره جدا، نسبة المتسولين بالشارع كبيرة جدا، الاتجار بالبشر كبيرة جدا، المخدرات، أكواية من المشاكل موجودة اليوم بالعراق. في ضوء هذا الشيء احنا دا نحكي، وفي ضوء الأزمة الاقتصادية اللي دا يعيشها كل العالم، العراقيين شلون شافوا شهر رمضان وشلون استقبلوا هاي السنة؟ يعني أسألك السؤال بغير طريقة، يعني اليوم العراقي اكو فلوس بجيبه يقدر يروح يسوق الأهل بشهر رمضان لو لا؟ لا نعم يسوق ونعم، وكل واحد يثبت سياسة وثلاثة زين. والناس اللي اتصلت وقالت أني عندي 7 نفرات وثمان نفرات وما لاقي أكل، إيه ولا من زمان تعبانين، أما تعبان من زمان وهذا شيء هو. والنازحين بالمخيمات على إيران وكذا، هذه معنى وحاقد. والنازحين بالمخيمات أبو علي، إن النازحين توجهم هم توجهم الدواعش وهاي حرب ابن الحلال، صوتهم هم يعني مو صوت المالكي والجيش العراقي اللي بس دشاديش ونزم. لا 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 حشال المالكي حشال. طيب بما انه حشال المالكي ابو علي، اتمنى ترجع تقرا التقرير مال لجنه التحقيق في سقوط الموصل البرلمانيه في زمن المالكي. اللجنه قالت الجيش والمالكي انهم هم السبب في سقوط الموصل. تلفيق هذا حكي كل معنى ابو علي، مو انا داعش دا اقول لك لجنه برلمانيه والتقرير موجود وموجود على النت، يعني انت تقول لي تلفيق موجود على النت، يعني تريد اطلع لك اياه؟ لا استاذ كل معنى هذا، والمالك حشاه والمالك حشاه، لكن الدواعش نفسهم. طيب 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 شكرا 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 لك ابو علي. أتمنى تتابع التقارير الرسمية اللي صدرت من السياسيين والبرلمانيين اللي اشتغلوا في زمن المالكي ومع المالكي، اللي هم قالوا سبب سقوط الموصل أو أحد أسباب سقوط الموصل هو نوري كامل المالكي، وأيضا
هروب الجيش العراقي اللي من المفترض انه هو مؤدي قسمه ان يكون هو حامي للعراق لما جو تشامبيكا من الحدود وطبوا للموصل والانبار وغيرها، لبسوا دشاديشهم وعافوا اسلحتهم وانهزموا وصارت اسلحه الجيش العراقي بتنظيم ارهابي. خلينا نكون واقعيين، اما انه انت ترمي الصوج على كل ابناء المحافظات العراقيه اللي حكمتها او سيطرت عليها عفوا تنظيم ارهابي بسبب تقاعس دوله، الناس شنو ذنبها؟ الامهات شنو ذنبهم؟ والارامل شنو ذنبهم؟ والايتام شنو ذنبهم؟ والاطفال شنو ذنبهم؟ خلينا نكون واقعيين. يعني لو نفرض انه العراق احتل من دوله اخرى غير الولايات المتحده الامريكيه هسه بال 2022 يا ابو علي، وجت دولة واحتلت هذا البلد من شماله إلى جنوبه، احنا نقول الجيش ما قدر يدافع لو نذب الصوج براس الشعب ونقول الشعب مخ الشعب وخلى هاي الدولة تحتل هذا البلد. المهم اليوم إذا أريد نتكلم عن ما يحصل بالعراق، فأدي تقرير يقول ما بين البطالة وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار يستقبل نحو 40 مليون عراقي شهر رمضان بقلق، خصوصا أن جيوبهم فارغة وظروفهم المعيشية صعبة جدا بعد تراجع قدرتهم على شراء حاجاتهم الأساسية واستمرار تفشي وباء كوفيد وتداعياته الاقتصادية والصحية. إحدى الأمهات اللي في هذا التقرير تقول أنا عندي 5 أبناء أيتام وأني فقدت زوجي، وإذا أردنا أن نصوم علينا أن نأكل بما يكفي، بينما سعر كيلو الطماطة ارتفع من 500 إلى 1000، وأني عمري 58 سنة وجهالي صغار بالعمر وما عندي مصدر دخل ثابت، ومن أجل أن أجمع 70,000 دينار أي ما يعادل 48 دولار أمريكي لسداد إيجار منزل متهاوي. فهي أم حسين تقول أنا ما عندي فلوس أجمع فلوس أجار بيتي، فشلون أوكلهم؟ أبو علي أنت تقول الشعب مرتاح، مو كل أبناء الشعب العراقي مرتاح. تقارير رسمية تقول أنه 50%، تقارير رسمية أممية والأمم المتحدة ويونيسيف وهيومان رايتس ووتش يونامي كلها تقول أنه 50% من أبناء الشعب العراقي فقراء. أبو حسن من واسط رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا أبو حسن. أستاذ العزيز أنا أسمع الإزعاج. لا يا اخوي على بختك. تدراسي انا مداخله ويا ابو علي من بغداد. نعم. من انا قاعد على التلفزيون وقال لا هذا مو جوعانين. لا شلون مو جوعانين؟ ابو علي حبيبي سؤال موجه لك. يعني صابعك مستويات اقسم شهر رمضان. اكا عالم طماطم معتها تعرض وردي تشتغل وماك شغل. ورواتب ماكو. نعم. ونسوان انطت عرافة على مد الحليب. يا ابو علي خاف عندك راتب اخوي العزيز. والله العظيم ترى سابعك مو مساوية. وانا مواطن عراقي، عراقي ابن عراقي. اذا عافيك. نعم. والنعم منك. هاي سوالي الكلاسة عيب هاي ماك عمي. يعني انا اقول لك اخلاقي ما تسمح لي مخدرات، اخلاقي ما تسمح لي اصير حرامي، اخلاق بس ماكو يا ابن الحلال شغل ماكو. بطال العراق واي شو السالفة انت يوم تطلب الزيت ب 4000 وابنك يشتغل يوم يشتغل 5 ايام ما يشتغل؟ خلى الله بين عيونكم حمل من تحسون. نعم انا اشكرك استاذ والله طولت عليك والله انقهرت من قال ماك جو حرق عمي ولدنا تطلع شباب تطلع الساعه بالثق بالله بالثلاثه بالليل والبرد مسترجع عليها ما يرجع لها ب 10000 وحالي ماريو يا عمي ليش نعرف الصدق ونكذبه؟ نعم انا اشكركم استاذ اشكركم حبيبي حياك الله اخوي العزيز. بالنسبه الى ما يحصل اليوم مثلا في الحصه التموينيه يقول تتضمن الحصه التموينيه 3 كيلوغرامات من الارز وكيلوغرامين من السكر وقاروره زيت و9 كيلوغرامات من الطحين مقابل 1000 دينار يعني ما يقرب من اقل من دولار أمريكي. لكن التقرير اللي جوا إيدي من شخص يقول أني ورثت متجر توزيع حصص تموينية بعد وفاة والدي ولم نتسلم سوى
حصص شهر واحد فقط وهو شهر شباط لعام 2022، فعليه وزعنا حصة واحدة بس ما وزعنا حصة كاملة، وأكو هواية يتصلون بينا على المحل ويسألون عن الحصة التموينية لشهر رمضان ونسوا حصة شهر واحد وشهر ثلاثة. فرجع لنا أبو عبد الله من أربيل، حياك الله يا أبو عبد الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أستاذ ممكن أرد على الأخ أبو علي؟ تفضل. أخ أبو علي، أنت تقول ماكو فقر، مو إحنا حكيناها، جماعتك اللي تدافع عنهم هالسنتة هم بنفسهم قالوا نسبة الفقر بالسماء ووسط وجنوب العراق وصلت تقريبا 40-50%. يمكن أنت مستفيد منهم، يجوز عندك واحد عضو برلمان إيه يأخذ له بالشهر 40 مليون هو وحماياته وسياراته وما أدري شنو وما أدري شنو مخصصاته، اي انت مستفيد، اي والله انت ما محتاج، صحيح صحيح انت ما محتاج. ثم انا لما ترحمت عليه تدري ليش؟ لان اخر عنا هالتخلف 23 سنه اخرها عنا صدام حسين، مو مره ومرتين بس. انت احب تخاف من الله، انت برمضان هسه بس تعرف انتوا حتى صيامكم هم ويانا ويا المسلمين، انتوا ويا ايران، ايران ولا تصومون في شوال، انا اعرف يعني الله اعطانا عقل، الله اعطانا قران، اعطانا كتب السنه ان نقراها، يعني هلال وشاف، انت شنو الا تنتظر واحد مثل المحكمه الاتحاديه. بس ابو عبد الله، ابو عبد الله احنا ما بدنا نحكي على، بس مرخصك ابو عبد الله، احنا ما بدنا نحكي على طقوس او بدنا نحكي على اديان او بدنا نحكي على مذاهب، احنا بدنا نحكي اليوم كعراقيين، كعراقيين في ظل الوضع الراهن اللي موجود داخل العراق شلون استقبلوا شهر رمضان. ابو علي نطريه انت رديت مشكور، لكن احنا ما ندخل هذا شنو ذاك شنو، ارجوك خلينا نكون بعيدين عن هذا الموضوع. اي خل اقول لك. نعم نعم استاذ، أنا أقول لك خلي الله بين عيونه، إذا هو وضعيته شوية زينة ترى مو العالم، العالم مو مثله. هو يعني أنا شوف أكو حديث للرسول يقول إن الله فرض على الأغنياء ما يكفي الفقراء، فإن جاء حقيقا على الله أن يعذب أغنياءهم ويكبهم في نار جهنم وبئس المصير. صور هذا حديث للرسول، حديث صحيح عم نقرأ. نعم أي حكاية حكومة الفاسدة هاي الموجودة اللي كل تاز وخلت حتى عزة نفس ما عنده، حتى عزة نفس الشعب ما ظلت عنده، بقى بس يمد ايده يقول انطوني، مع العلم ماكو شعب عزيز كان وكريم مثل الشعب العراقي، بس مع الأسف. وأنا آسف فطرت لا سالي. شكرا شكرا لك أبو عبد الله. التقرير اللي جوا ايدي يقول حسب ما قالت منظمة الزراعة والغذاء فاو التابعة للأمم المتحدة التي وصفت الوضع في العراق بالحلقة المفرغة، ذكر التقرير للمنظمة أن أكثر من 90% من الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم تقول إنها تأثرت بوباء كورونا، ولمواجهة ذلك قام أكثر من نصفها بتسريح عمال أو خفض أجور عمالها. وأضافت أيضا أن ذلك تزامن مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وندرة بعضها، ما أغرق مزيد من العراقيين في حالة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الذي هو الآخر خفض قيمة الرواتب العراقية، وانعكس ذلك على الأوضاع المعيشية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون منشورا يقول راتب هذا الشهر يلعب ضمن مجموعة صعبة كورونا ورمضان والعيد ومن المستحيل أن يصل إلى النهائي. هذا ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى الكثيرين. محمد من أمريكا رجع لنا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم سادتي، أرد على هذا أبو علي الإيراني، هذا رده لقتاج راسك صدام يا أبو أكليس، لقتموتون على العدم ايها الانجاس، موتون على العجم ايها الفاشلون، وانا ترحون من عذاب الله.
والله انا عاد نهايتكم قريبه بعون الله والله العظيم. يا فاشل يا ايراني انت تموتون على العجم والله تموتون على المتعه والبدع يا السماء على راسك وراسك كل وادي ايراني. بس اذا تقدر لي اخ محمد شويه على كيفك لان صدقا الصوت ما يوصلني واضح. هذا ابو علي الايراني فاشل. لا ابو اخ محمد يعني خلينا نبتعد عن التوصيفات هذه ارجوك اخ محمد. عنده راي وانت عندك راي لكن احنا موضوعنا هو 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 العراقيين. موضوعنا هو العراق. موضوعنا حال العراقيين. ارجوكم خلونا في موضوع الحلقه. ولا امي ولا هم ايران ولا هم ايران دول كلهم ولا هم ايران ليس للعراق. ابو علي وغير ابو علي ولا مستفادين من ايران والعالم كاتلها الجوع يقول ماكو جوع. هذه الإيرانيين يطون فيوز يجيبوهم يطببوهم ببيوتهم وحشوا كربلة والنجف لها عجب كلها مخدرات. والله العظيم النهاية تكون قريبة. يجي اليومكم يجي يومكم والله يجي يومكم يا سفرة إيران. أي قناة الرافدين أذكرك عمري. نعم شكرا لك أخي محمد. بالنسبة إلى أرقام الفقراء في العراق تقرير أمم يقول في العام 2021 ازدادت أعداد الفقراء في البلاد من 2,700,000 إلى 5.5 مليون إنسان. ذولا ينضافون إلى 6.9 مليون و900,000 إنسان أصلا هم فقراء قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا. يعني قبل الأزمة كانوا 6.9 مليون. خلينا نقول يعني 7 مليون إلا 100 ضيفونهم 5.5. هاي بس في جائحة كورونا. هذا تقرير أممي مو أنا أقوله. هذا تقرير أممي أخوي أبو علي. أما إذا تجي تريد نتعامل على قضية تنظيم الدولة ودخولها إلى ثلث العراق فلا يحاسب عليه مواطن. ما يتحاسب عليه إنسان. ما يتحاسب عليه مدني. لأن أكو غيره مسؤول عن هذا الشيء. أكو غيره من مسؤول عن حماية أرض العراق والدفاع عن أرض العراق وصد العدوان على حدوده وأن يكون هذا الشيء هو للدور في كل شيء. أن يكون هذا الجيش والقوات الأمنية إلى الدور في حماية البلد. أما إذا تقاعس الجيش عن أداء واجبه ساعتها مو تجي ترمي اللوم على أبناء مدن وأغلبهم كانوا عزل ما عندهم سلاح أصلاً. حبيب من واسط حياك الله. شلونك يا روحي؟ هلا بيك الغالي. ان شاء الله يطيح حظ هذول ليونة كانوا داعشين بالدول ويونا الحكمون. نعم. بس لان الشعب العراقي صار له شهرين بلا طحين. صار له شهرين شنو؟ يقدرون يطلعون من الازمه. ايه. من الازمه شهرين بلا طحين ما موزعين طحين. ايه. كميه ما يقدرون يوزعون. يعني شهرين الكمية بلا طحين. شهرين ما مطينا الطحين والله. نعم. يعني ما يقدرون يطلنا الطحين. ألو. وياك. يعني شهرين تشايف شهرين ما يقدرون يحلون أزمة ما يعرفون يطلنا الطحين سلطتنا. نعم. الشعب العراقي مش فكاك للجوع والله نصف راح يروح يهاج ويعوض هاي العذالة عسل حاكمتنا ويطشون تشريت يطشون. نعم. ألو وياك. يعني شهرين صار لهم شهرين ما انت شايف كمية ما يجيوننا ما يطلوننا. نعم. ان شاء الله يطيح الفازين ذولا وتي غير دولة ان شاء الله التاريخ ما يكتب لهم حتى ما يظلوا. نعم. شكرا لك اخ حبيب. صباح من بغداد حياك الله يا صباح. السلام
السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام ورحمه. طبعا اللي يسموها حكومه عراقيه من 2003 ولحد الان وقفت عاجزه عن مساعده العوائل البسيطه بالعراق من شماله الى جنوبه الى غربه. كل العوائل العراقيه المتعففه تعاني من نقص المواد التموينيه. شهر رمضان شهر خير والناس تدور اجر والناس تدور تسوي طاعات به في سبيل الله يتقبل لها ويرحم لها يرحمهم، لكن هاي الحكومه الاحزاب الرئيسيه حزب الدعوه والاحزاب الاسلاميه ومجلس الشعله واللي يسمونه قائد الاصلاح هذا الزعطوط اللي يحكي بالاصلاح وهو اكبر فاسد وهو شريك بكل الحكومات السابقه. لا شفنا سوى اصلاح والنزاهه شغلوها على وزير التجاره او وزير الصحه او وزير الكهرباء، كل الوزارات الخدمية كانت هي للصدريين وللصدر يسرقون بيها، ما سووا أي إنجاز ولا عندهم أي شيء يذكر في هاي الحكومات اللي شكلت، كلهم فاسدين وسراق. يعني البطاقة التموينية العراق اللي جاي يبيع نفط بمليارات الدولارات ما يقدر يدعمون وزارة التجارة بأموال في سبيل تروح تستورد مادة الطحين ومادة الرز والمواد الأساسية والزيت ويوزعونها مجانا مثل ما كان النظام السابق، النظام الوطني اللي كل هاي الحكومات من 2003 ولحد الان ما تصل لحذاء اي مسؤول بوزارة التجارة سابقا. يعني انتم بتحكون تقولون احنا كدولة، اي دولة انتم ما تقدرون تدعمون بطاقة تموينية؟ المواطن العراقي اللي ما جاي يسرق مثل الصدر ومثل المجلس الاعلى ومثل المالكي والتنسيقيه وما ادري ايش يسموهم ذول الاطار، كلهم حراميه. المواطن العراقي الفقير مو مثلكم حرامي، قاعد ينتظر رحمة الله البطاقة التموينية تيجي حتى السادة، لكن نشوف العمائم الستاني وغيره والعمائم اللي جاي تطلع الكربلاي وغيره يقطبون بالجمعة ويتفقهون علينا وهم ما يحشون كلمة حق ان وزارة التجارة لازم يخلون عينهم عليها ويدعمون وزارة التجارة بصورة صحيحة. وين الزراعة عندنا في سبيل من حنطة من رز من غيرها؟ وين هاي المواد كلها؟ يعني الدولة عاجزة عن كل شيء، بس يبيعون نفط ويسلمون رواتب ويبوقون الميزانيات مثل هاي الميزانية مال هاي العام، ما حد يفتهم من عندها كل شيء. وين راح تروح؟ سويتوا بيها وانت لحد الان ما شكلت حكومة، راح يسرقوها مثل ما سرقوا من 2014 و15، ما حد يعرف وين راحت. يسرقوها ويطوها لإيران لأن إيران عليها ضغوطات وعقوبات وأزمة اقتصادية يساندون إيران. هم هاي الأحزاب اللي تربت بأحضان إيران ومن ضمنهم الصدر يطلع يحكي بالضد من عندهم بالإعلام، لكن هو متفق وياهم على تدمير العراق، وبالفعل جاي يسوون هذا الشيء. المواطن العراقي ما عنده طاقة بعد يتحمل، ما عندهم طاقة يتحملون الفساد الموجود بوزارة الصحة والكهرباء والزراعة والتجارة وكل الوزارات وقفت عاجزة عن أي تقديم أي إنجاز يذكر لهم. مالكي نفسه يريدون علينا، هاي مصارعين بيناتهم يا اهل شكل الحكومة الأكبر ولا الكتلة الأكبر. المواطن شنو ذنب بهذه المواضيع الصراعات السياسية بيناتكم؟ كلهم عندهم أجندات خارجية، المالكي إلى إيران وجماعة للإمارات، وصرنا احنا كمواطنين دايخين بيناتهم، انتخابات كلها مزورة وهم نفس الوجوه، ومقتدى الصدر جزء من عملية سياسية، هو مو رجل دين، هو آية الإخلاص محافظها، صورة الإخلاص محافظها مقتدى الصدر، ولا يقدر يفسرها ولا يقدر يشرحها. أنت رجل سياسي وتدخل بالسياسة وما صار رئيس وزراء بالعراق إذا مو مقتدى الصدر يوافق ويوقع له وياخذ المقسوم مقتدى الصدر. هسه صار يحكي لنا بالشرف اللي قتل من أبناء السنة جيش المهدي آلاف مؤلفة قتلهم، هو سرايا السلام والآن يحشون هم مجاهدين ومقاومة. أي مقاومة أنتو؟ مقاومة رجل دين؟ اللي غير يصير واحد من أهل الله يقول أنا مجاهد أو مقاوم من الصدريين. أنتوا ناس كلكم علاشة وتشتغلون بتجارة المخدرات وقطاع طرق ومكاتب اقتصادية، هسه صرتوا مجاهدين؟ وصارت يعني هاي ما صارت الفرسان اللي توهم المالكي بالضد من الصدريين اللي كانوا مقطع طرق ومستحوذين على كل المجالات الدولة بالبصرة، صرتوا أنتوا هسه مجاهدين؟ والعالم اللي خاب على سجون لا يطهم عفو ولا غيره صار مرهابية. يعني المعادلة سبحان الله انقلبت، الموازين كلها ناس ما عندها برة من الشرف هسه يحكمون العراق، لأن ما جاي يفكر بالمواطن العراقي شلون ياكل شلون يشرب شلون عايش، بس مصارعين بيناتهم. نعم،
شكرا شكرا لك اخ صباح. بالنسبه الى رسائل الواتساب اللي وصلتنا اليوم لبرنامج تقول السلام عليكم استاذ افل، يا محترم بالنسبه لنازحين مناطق المنكوبه مكتوب عليهم يعيشون في مخيمات في بلدهم وبلدهم يسعى لجميع العراقيين، اما المهاجرين السوريين والعراقيين يعيشون في مصر بين ابناء الشعب المصري احلى عيشه لان الشعب المصري طيب وكريم. اخوكم احمد من مصر من المحله الكبرى. السلام عليكم، أقدم التحية للأخ محمد من أمريكا وكل ما يقول حقيقي لأن أكثر الشعب العراقي مع خنازير إيران، حتى لو سكتوا وتبقى الحشوة الخايسة في السن الإيراني الخايس إلا إذا انقلع السن الذي يمثل إيران ومعه الحشوة التي تمثل العراقيين، ساعتها راح تحسون أنه العراق بسلام لأنه كل هؤلاء يركضون وراء الإيراني فقط. مشاهدينا الكرام، تقارير أممية وتقارير دولية تشير إلى أعداد الفقر المتزايدة في العراق، إضافة إلى وجود الكثير من شبكات الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في شبكات التسول على إشارات المرور. لكن خلونا نكون واقعيين، رمضان في سنة 2022 أنتوا شلون تتوقعوا راح يكون اليوم الأول؟ خلاص بقى 29 يوم، شلون راح يكون على العراقيين بهاي السنة؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر بإذن الله، في أمان الله.